بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه يا اصحابي؟ النهارده ان شاء الله انا جايه اتكلم بخصوص الدرس الاولاني اللي تعبكم كله، اللي هو سهل خالص، اللي هو الفراكشنز. فراكشن فورس اوبوزيت للموشن. يعني ايه؟ يعني الاحتكاك عكس الحركه. يعني انا وانا ماشي رجلي بتحك في الارض، فده اسمه فريكشنز. فريكشنز فورس ايه؟ عكس اوبوزيت تو ذا موشن. فخلي بالكم في الاختيارات في الامتحان ممكن ندور على كلمه ايه؟ اوبوزيت. تاني حاجه نمبر 2، فريكشن كوزز اوبجكت سلو داون اور ستوب. الفريكشن عندي عنده حاجه ربنا عطاها له بيسبب ان الاشياء اوبجكت، يعني الاشياء سلو داون تبطئ اور ستوب تقف ايه خالص. زي ايه؟ العربيه البريكس بتاعها، الفرامل بتاعتها اكبر حاجه على، وجات لهم سؤال على الاحتكاك على الفراكشنز، اكيد مش الاير ريزيستنس ولا الووتر، دي فرامل جوه العربيه، يبقى الحاجات السوليد. ولما اقول فراكشن بس واسكت يبقى بتكلم على الحاجات الصلبه، يعني انت وانت ماشي في الطريق، العربيه ماشيه على الطريق، لكن تقول لي مركب في البحر، تقول لي طائر في الجو، تقول لي روكت في الجو، ده اسمه اير ريزيستنس، هو نوع من الفراكشن بس ليه اسم تاني. طب there are three type of الاول نمبر 3 الاول fraction between two surface in contact، لازم يكون من الاثنين متوصلين ببعض. in ايه؟ in contact. مش تقول لي واحد مش لامس الثاني، اهو زي القلم ده كده اهو على الورقه اهو عامل احتكاك. مش تقول لي عامل كده وفي fractions وواقف كمان، لا لازم يبقى في حركه مع الايه؟ مع الاتجاه المعاكس. there are three type of fractions. There are three types. ثلاثة. Fraction force، وده زي ما احنا قلنا solid، والair resistance مقاومة الهواء، يعني الهواء بيحاول يقاومني بيعطلني وانا ماشي في الطيارة او في الروكت او في بيرد ماشي في الجو ولا حاجة. ووتر resistance الايه؟ التالت. الفراكشنز لازم يكون اقل من الموشن، يعني سمولر، يعني الكلمه دي ممكن تيجي سمولر، مش هفكر لكم بالمنظر ده، هتيجي بقى سمولر اقل لزان. اوكي الموشن عشان كان موف. تاني الفراكشن لازم تكون لزان الموشن عشان ايه؟ نقدر ايه؟ نتحرك موف. طب غير كده يا ميس، لو الفراكشن عالي انسى، لو الفراكشن عالي ايه؟ انسى ان انت تتحرك. زي ايه؟ زي عندي الجزئيه دي كده اهو، ده كده تمام، ده انت انقله كده، مش انا ما اقدرش انقل النيش ده تمام، لكن انا لو قلت لك انقل القلم ده كده هتقول لي اهو ده الفراكشن بتاعه واطي، فانت قدرت تتحركه موف، فالموفمنت بتاعتك اعلى، لكن ده كده ده كده لا لا صح. انا عايزه 3 4 5 رجاله يجوا يساعدوني تمام. فالفراكشن لو ليت زان الموف كان نوت موف. اوكي الفاكتورز افكتنج الفراكشن، ايه هي العوامل اللي بتاثر على الفراكشن؟ السايز اوف سيرفيس ال، مساحه السطح، هل هي كبيره ولا صغيره، تخينه ولا رفيعه. التايب اوف ماتيريال، هل هي التايب اوف ماتيريال دي سموث ناعم ولا رف، يبقى انا عندي كبير صغير وناعم وخشن. السبيد السرعه، السبيد السرعه. تعالوا ناخد واحده واحده ونشرحها. لما اجي اقول التايب اوف سيرفيس، مساحه السطح، تعالوا نشوف كده، هنا صاحبي هنا صديقي هنا اللي معايا عندنا هنا الترابيزه بتاعته طويله قوي تمام، مساحه السطح هنا ايه؟ لا سوري، هي الاول رف اور سموث. خلينا نشاهد هنا، هو هنا عنده المقاومات، عنده الافاكتورز اللي اقدر اشرح عليها. خلينا نقول رف سيرفيس وسموث سيرفيس. رف سيرفيس يعني خشنه اهي، بس كده ده اسمه رف سيرفيس. طب وده السيراميك سموث سيرفيس. طب الرف هنا الفراكشن هنا اعلى يا ميس ولا هنا اعلى يا ميس؟ ها fraction on the rough surface اعلى، يعني السجاده تمنعك ان انت تتحرك بسرعه وانت ماشي عليها مش هتتزحلق، prevent you from slipping down، بتمنعك من ان انت تتزحلق. لكن ده لو انت طول النهار رايح جاي عليه هتاخد خضر محترم، خضر يعني واقعه، واقعه محترمه، وتخاف على راسك وعينيك وكل حاجه. فاحنا بنفرش السجاد في الارض عشان كده، ان احنا بنعمل ليه السجاد؟ بنقول ايه تاني بقى؟ الرف سيرفيس الفراكشنز عالي، يبقى الموفمنت بتاعتي واطيه وانا ماشي، حتى لو بجري هي هتعطلني شويه. طب السموث الفراكشن ايه؟ الفراكشن اقل شويه، يبقى انا حركتي سريعه، ما هو الفراكشن عكس الموفمنت، ما انساش الكلمه دي تمام. تاني حاجه السبيد، السبيد انا ممكن اشرحها من الكتاب على العربيه دي تمام، او على الصوره دي. فهو بيقول ايه هنا مثلا؟ slow fractions decrease
as the speed decrease. الولد هنا السكوتر هو هنا بيتكلم على fractions، على حاجة ايه علاقة direct relations ما بين السبيد والفراكشن. الفراكشن السوليد يا جماعة مش الاير ريزيستنس، عشان في الدرس الجزئية التانية مختلفة الحتة دي في الشرح. لما يقول slow object يعني low speed، slow object low speed يعني السرعة بتاعته قليلة زي السكوتر ده. يعني السكوتر ده تفتكر الفراكشن بتاعه ده ايه؟ اسكان الولد بيحركه برجليه اصلا. لكن تعالوا للعربية هنا، عربية سرعتها عالية يبقى الفراكشن بتاعها عالي، يبقى دي محتاجة بريكس، محتاجة فرامل عالية، تمام؟ لكن ده مجرد ما بيحط رجليه على الأرض بيقف. فالفراكشن ديكريز السبيد بتاعته ديكريز، الفراكشن انكريز السبيد بتاعته انكريز. وهو بيتكلم هنا يا مدى الشيء ده الأوبجكت ده بيشد قد إيه مع الأرض. فالعلاقة دايركت ريليشن شيب. طيب اللارج سيرفيس، آخر واحدة اللي إحنا كنا بنقول عليها السايز اوف سيرفيس. لو لارج سيرفيس الفراكشن لارج، لو سمول سيرفيس. طب تعالوا نشرح بقى على هنا. بصوا يا اصحابي دلوقتي انا عندي الترابيزه دي ايه كبيره، الكبير دي اسمها لارج سايز، حجمها كبير. تفتكروا انا انقل دي اسرع، الفراكشنز دي اسرع، ولا لما اجي على الترابيزه الصغننه دي كده انقلها اسرع؟ مين اللي هتتنقل اسرع، دي ولا دي؟ مين اللي هتتنقل اسرع؟ هتقولي ميستي انا اقدر انقلها، صح؟ دي صغننه، لكن دي انا ما اقدرش ايه انقلها، دي محتاجه ايه؟ محتاجه ناس معايا تزقها. فانا كل ما كبرت مساحه السطح كل ما كان الفراكشن ايه لارج، يبقى الموفمنت بتاعتي صعبه لانهم عكس بعض. لكن هنا في السمول سيرفيس لا لا لا، مش الترابيزه اللي هناك دي سيبيني انا هجيبها لك، انا اقدر اشيلها الا شويه بس هقدر اشيلها، تمام؟ فهي ايه سمول فريكشنز، يبقى الموفمنت بتاعتي سهله وبسيطه. اخر حته في الدرس كان بيقولها بقى على الاير ريزيستنس والووتر ريزيستنس، واحنا كاتبينها بطريقه حلوه قوي. بيقول ايه ستريم لاين شيبس. يعني ايه ستريم لاين شيبس؟ لو انتوا واخدين بالكم هنا بوز ده اسمه ستريم لاين شيب، والبوز ده اسمه ستريم لاين شيب، اللي هو البوز بتاع الايه القطر هنا، تمام؟ فبيقول لك ايه بقى، فاحنا ممكن لما نقول ستريم لاين شيب بيعمل ايه؟ decrease surface area، decrease air resistance، increase the speed. الاثنين دول direct relation مع بعض، بقلل مساحة السطح عشان اقلل مقاومة الهواء علشان ازود سرعتي. طب ده فين العلماء استخدموا الفكرة دي؟ فين trains؟ انا عايز اوصل بسرعة من بلد لبلد، في بلاد في اليابان بتمشي القطر بيمشي 18 ساعة، انا عايز يوصل في 16 و15. روكت صواريخ اللي هي بتطلع من الارض رايحة القمر، انا عايز اوصل الرحلة بسرعة عشان الناس اللي هناك ده التانك بتاعهم ما يفضاش من الفود الاكل او الاكسجين. الاير كرافت الطيارات، الكارز العربيات. طب العكس بقى، العكس فين؟ الطائر وهو ستريتش البيردز ستريتش ذير وينجز، او لما يعمل ايه لما الباراشوتس ستريتش برضو يعمل او اوبن باراشوتس او ستريتش الباراشوتس ما فيش مشكله خالص. الراجل ده انا مش عايزاه ينزل يموت في الارض، عايز ينزل على مهله والراحه، انا مش مستعجله، المهم ينزل بسلام. هو نازل بالطياره عايز انزله بسلام عشان هو لو رايح يحارب يكمل بقيه المهمه بتاعته. لو انا قفلت له الباراشوت هينزل وي دب اتخبط في الارض مات، انا عايزاه ينزل يتمرجح زي الورقه دي كده. بص كده عايز ينزل يتمرجح زي الورقه دي كده، بص الورقه دي كده بالراحه، بص الناس ده زي بالراحه، تمام؟ لكن الورقه الثانيه دي بص كده صاحبي، حتى اهو بص كده هينزل زي البصله، شفت الحركه؟ لا انا عايزاه ينزل بالراحه. لما ينزل بالراحه كده فبقول له ايه بقى، بقول له بص يا عمو انا هقول لك انكريز السيرفيس اريا، السطح ايه مساحه السطح بتزيد، انكريز الاير ريزيستنس الهواء كمان داخل البتاعه بيزيد، تمام؟ فانا بزود الهواء، انا الهدف هنا ان انا ازود الهواء. increase surface area increase air resistance decrease the speed. ما تنزل بالراحه انا مش مستعجل هنا، عكس القطر انا عايز استريم لاين شيب عشان ازود الايه السرعه، تمام؟ طيب يا ميس، طب وبالنسبه للووتر يا ميس؟ هي هي شيل كلمه اير وحط ووتر وتبقى ذاكرت الدرس. لما اقول لك الشيبس او حاجه زي كده فيها ايه اللي هي دي، الفيش والدولفين هاف ستريم لاين شيب، او اقول لك الشيبس ار ديزاين ستريم لاين شيب، ديكريز السيرفيس اريا ديكريز الووتر ريزيستنس
increase the speed. ايه ده ميس ده؟ ده انت هنا بتقولي لي ده نفس الحكاية هنا؟ اهي انا مركز معايا. هي انا شلت كلمة air وحطيت كلمة ايه؟ water. شلت كلمة air وحطيت كلمة water وهي نفس الاجابة. خلاص انا طالما streamline ابتدي بكلمة decrease. تمام؟ عايز استريتش بقى الوينج وباراشوت ابتدي بكلمة انكريز. وانكريز بتمشي مع الاير ريزيستنس، تمام؟ او الووتر ريزيستنس، الاثنين دول دايما مع بعض. ودي مخصماهم، علاقة عكسية ما بينهم، تمام؟ هو ده اللي كنت بقوله، السبيد هنا عكسية. ناقص جملتين ناخد بالنا منهم بس كده والدرس بجد كده يبقى خلاص. باي انكريز السيرفيس اريا الاير ريزيستنس ماله؟ لما ازود مساحة السطح والله مس الاير ريزيستنس انكريز، وتفتكر الراجل بتاع الباراشوت ساعتها. والطائر اللي احنا بنفرد جناحاته، تمام؟ طيب واللي بعد كده، طب there is a direct relation between the surface area and air resistance او surface area والwater resistance. طب ايه الاكزامبل بقى بتاع السبيد اللي في الدرس اللي جايبها؟ بيقول اخر حتة the speed of velocity of the body when you run fast in open air، لما تجري ولا رايد بايسكل ولا car moves، كل ده بيأثر فيهم الفراكشنز. طب العربية هنا، حد ذكي قوي من صحابي قال لي مس بس هنا في نوعين من الفورس، قلت له ايه هما؟ كان ذكي قوي قال لي مس الفراكشن العربية والإطار بتاعها، قلت له شاطر. ايه التاني؟ قال لي في هوا كمان دخل في العربية، فهي لو ستريم لاين كمان هقلل. تمام، قلت له شاطر برافو عليك. يبقى هنا في نوعين من الفورس، قوة اير ريزيستنس وفراكشن فورس، تمام؟ واحدة بتاعت الأرض والتانية بتاعت الهوا، تمام؟ اوكي، هما التلاتة نفس الحكاية، في قوتين هنا مش واحدة بس، تمام؟ في حاجة تانية أخيرة خدوا بالكم منها، لما أقول العوامل بتاعة اللي بتأثر اللي هي الفاكتورز affecting الفراكشن فورس يبقوا تلاتة في الحاجات السوليد. التايب اوف سيرفيس ماتيريال مش موجودة في الاتنين التانيين، عشان الهواء تايب اوف سيرفيس ماتيريال يعني معناها رف وسموس اللي هي السجادة والسيراميك. هو في الهواء في سجاد وسيراميك، فهو كتبها السبيد بس والايه والسيرفيس اريا بس، المساحه بس بتاعتها كبيره ولا صغيره. وهنا برضو نفس الكلام في الووتر، لان الميه ما فيش ميه خشنه وميه ناعمه، والهواء ما فيهوش خشن وناعم، لكن الفراكشن فورس مع السوليد الاشياء السوليد بس اللي هي الصلبه ايه خشنه وناعمه. وهنا خلص درسنا، ونقول لاصحابي باي باي، واشوفكم ان شاء الله في درس تاني مع جونيور 5 سكند ترم. قول لهم باي باي. باي.